تمتد الغابات في تونس على مساحة تقارب حوالي 4.6 مليون هكتار، يعني ما يعادل 34% من مساحة التراب الوطني، وتقدر القيمة الاقتصادية للغابات والمراعي بنحو 932 مليون دينار، كما توفر الغابات زيادة 14% من استهلاك الطاقة. وفي إطار الحرص على التأمين الحماية اللازمة للثروة الغابية ببلادنا والتصدي للاعتداءات اللي تفاقمت بصفة كبيرة خلال الفترة هذه من طرف أشخاص تسعى للاستفادة من الوضع الاستثنائي، الانتهاك القوانين واقتراف المحظور في حق ثرواتنا الغابية والرعوية وقطع شرايين غاباتنا وتقتيل الحيوانات البرية بصورة عشوائية، تولى أعوان الغابات بكامل تراب الجمهورية من إحباط هذه الاعتداءات. أكثر التفاصيل يقدمها لنا محمد بوفروة المدير العام للغابات. كيف ناس استغلوا الفترة هذه باش يقوموا بأعمال فيها برشا خير للبلاد ويحافظوا على الدنيا، فما ناس أخرين لا يفكروا بطريقة أخرى، الحقيقة طريقة ما تنجمش تلقى لها حتى تفسير. الطريقة هذه يجي ياخ وقت الحجر ووقت الكوفر فو، يعني اللي صاير حاليا في البلاد، ويستغل الوقت الفرصة ويمشي يقتحم الغابة ليلا ويحاول هيك يقطع الطرق اللي تعرفهم. هذوما ناس حيتان، هذوما ناس عصابات انا نعتبرهم، ونتوجه لهم بالكلمة نقول لهم سايبره وما يفلتوش. وهذا هو الواقع اللي صار واللي قاعدين نشوفه. ما شفناش كان قطع اشجار، شفنا قطع الاشجار، شفنا صيد عشوائي، شفنا ناس اللي جاوا للملك الدولة الغابي وحاولوا باش يبنيه. اللي صار هو أنه استصدرنا كل ما قمنا بالإجراءات القانونية، لأنه عون الغابات عنده الضابط العادي ويحرر محاضر، تم تحرير أكثر تقريب من 50 محضر. بالطبع يصير التنسيق في إطار دوريات مع الجهات الأمنية والجهات العسكرية، والشكر الجزيل لهم والمجهود اللي قاعد يصير، وإحالة الملفات للقضاء النيابة العمومية اللي أخذت إجراءات سريعة وسريعة جدا. ومرة أخرى كيف نقول أنه الناس كل متجندة في هالفترة، وغير الفترة هذه لها الناس اللي قاعدين يقوموا بتعدي سارة. هذا هو الجواب اللي نعطيه للناس، هذا من المصالح المركزية والجهوية على ترن الاستعداد باش يقوموا بدورهم وقاعدين يقوموا. الإشكاليات هذه ما صارتش في جهة واحدة، صارت في الكاف، صارت في جندوبة، صارت في زهوان، صارت في القيروان، صارت في القصرين، وكله بنزرت، وكل والتدخلات الكل تم احباطها بدوريات مشتركه. هذا اللي صار. والدوله ايضا في المده الاخرى صور لاعتداءات صارخه قاموا بها عدد من الاشخاص، واللي تمثلت في قطع اكثر من 400 شجره من اشجار الزين باحدى المناطق التابعه لعين دراهم. وتعتبر اشجار الزين من الاشجار المعمره واللي موجوده الا في الشمال الغربي، وتحتاج لعوامل طبيعيه خاصه للنمو، ويوصل ارتفاعها ل 30 متر. اخر حاجه اللي هي اخذت صدى على فيسبوك، الناس كل تكتب الحقيقه، لانه صار فيها تنسيق كبير، لانها مسد غابه نوبل نعتبروها غابه هامه اللي هي في عين دراهم، ومشت نوع من الاشجار اللي عنده قيمه كبيره اللي هو الزان. الزان شجره وقت اللي كان تشوف في وقت المستعمر كانت تستعمل للسكك الحديديه، يصير صنع بعض المناطق السكك الحديديه، يعني ستان ماتيريو نوبل افور. وهذاك علاش خذات صدى، لانه لونتور نتاعها كبيره، نقولوا 400 شجره تنجم توصل الى غايه 300 مليون 350 مليون 400 مليون في وقت وجيز. يجي يستغل فترة الحظر ويشتغل في الفترة هذيك كاملة ويقص. ولكن جاءت المعلومة بسرعة، لأنه كما قلت لك لما الحراس الغابات الموجودين ديما يبدأوا يقوموا بدورياتهم على طول، وتم الإعلام والتحرك، تحرك مركزيا وتحرك جهويا خاصة مع كافة الأطراف. الشكر الجزيل أنه دورية أمن كبيرة مشات مع خيالنا في الغابات، 20 نفر من الأمن تقريبا حطوا على ذمة خيال الغابات، وصار
إيقاف اللي قاموا بهالاعتداء الصارخ والانتهاك اللي غريب على الطبيعة. انخرام للبيئة، لأن البيئة هي الحياة، البيئة والغابة وكل ما هو مناطق محمية هذاك ملكك وملكي، والحماية عليه واجب وطني. هاكم اكتشفتوا حدكم، وبشوية بشوية كنشوفوا التقارير الدولية كيفاش في فترات الحجر كيما مسيناهاش الغابة وكيما مسيناهاش الطبيعة، بدات الريبروديكسيون الحيوانات تتعاود تتكاثر، بدات الريجينيراسيون في وسط الغابات، دونك الغابة ولات تاخو من أخدور أكثر. والغابة هي الحقيقة، الغابة والبيئة هي مصدر الحياة، معناها نجموش نقولوا يجي سينتيفيكمون لا 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 لانفيرونمون سا ما تلقاه كان في المناطق هيك. هو وقت اللي تمس البيئة تتحير والرياجي هيك، تشوف الواد الواد كي ما تمسوش الدنيا تبدأ مريق، لا يتسترى الغابة كي ما تمسهاش نفس الشيء، تجي تصدمها وتمسها تصير رياكسيون. الواد إذا تمسه فيضان، الغابة إذا تمسها كيف كيف يصير 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 انخرام بيئي كامل. وهذا سي ليكوسيستيم، ليكوسيستيم الحيوان يعيش في بيئته، الإنسان موجود، لي ريسورس ناتوريل. دونك أنت تشوف توا التمشي العالمي كله هو في اتجاه، أنا حضرنا كوب 25 اللي هي التغيرات المناخية، تغيرات مناخية ما تنجم تقاومها كان بالمحافظة على البيئة، لأن التغيرات المناخية شنية هيكم تشوفوا، شفتوا أكتويلمون في تونس وفي العالم الكل كيفاش الطقس تبدل، شنية شنية الطقس تبدل، زائد درجات الحرارة كيفاش زاد، الفيضانات والطريقة اللي ولات تصير بها، الكونتيتي اللي تجي مياه عجيبة في نفس الوقت. دونك هذا هو الانخرام، وقت اللي نجي ونقولوا التغيرات المناخية ما ينجم تقاومها وما تنجم تمشي إلا كي تحافظ على البيئة وعلى التوازن تاع الإيكوسيستيم بصفة عامة. تعتبر الغابة ذات أهمية من الناحية البيئية لتتمثل في تأثيرها المفيد على المناخ، هذا بالإضافة لكونها تمثل مورد اقتصادي مهم لبلادنا. الغابات في تونس هي غابات أغلبيتها غابات قديمة، احنا عندنا 1,100,000 هكتار تقريبا من الأراضي الغابية موجودة خاصة في المناطق الجبلية في الشمال الغربي ووسط منطقة قصرين حتى زغوان. إذن هذه الغابات هي الآن هي تعترف هي المألف الطبيعي لعدد كبير من الأصناف الحية الأساسية لحياة الإنسان، نباتية كانت أو حيوانية. وهناك أيضا نباتات طبية ونباتات عطرية كبيرة جدا ومختلفة لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، وهي مألف الحقيقي هذه الغابات. نعرف أن الغابات في تونس خلافة إلى دورها في معاضدة بمجهود الدولة في توفير ما تطلبه تونس من الخشب، هو تساهم تقريبا ب 20% فقط من حاجات تونس من الخشب، لأنها لها دور كبير في مسك التربة ضد الإجراف، لها دور كبير جدا وهذا نغفل عليه دائما في أنها امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في الاحتباس الحراري وفي التغيرات المناخية. وثمنت الإدارة العامة للغابات مجهودات السلطة الأمنية والسلطة الجهوية دعمها لأعوان الغابات في إيقاف هذه الانتهاكات، ودعت كل مكونات المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمواطن للتبليغ الفوري على كل المخالفات والاعتداءات لأقرب جهة غابية أو أمنية، أو الاتصال على الأرقام المخصصة للغرض 71-297-842. الثروة الغابية ملك للمجموعة الوطنية والمحافظة عليها واجب على الجميع.